بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن الترددات الصوتية تؤثر على المجال الكهرباسية للخلية. في هذا الدرس مثل ما تشوفون صورة حقيقية لخلية طبقت عليها كلمات محددة، فأدى ذلك إلى انتشار مجال كهرباسي حولها، أي أصبحت أكثر نشاطا من قبل، والله أعلم.